هي الأولى من نوعها ضمن معسكرات الجيش الوطني السوري، تخريج دورة عسكرية لصف الضباط من رتبتي رقيب ورقيب أول. الدورة أقامها الفيلق الثاني في الجيش الوطني السوري، وتمكن خلالها من تأهيل 50 مقاتلا متطوعا بعد تدريبات نوعية استمرت لأسابيع. طبعا هاي الدورة أخذت أهمية كبيرة كونها هي الدورة الأول على مستوى الجيش الوطني. التدريبات اللي خضعت للدورة عبارة عن تدريبات تكتيكية بالإضافة إلى تدريبات مادة الطبوغرافيا وتدريبات كيفية أو قدرة قائد الجماعة على قيادة الجماعة أثناء تنفيذ الأعمال القتالية أو في أرض الميدان، في ظل انقطاع تخريج دورات لفترات سابقة. فارتئينا نخرج هاي الدورة نحن لتكون نواة حقيقية لرفد هاي العناصر ضمن صفوف الجيش الوطني. العسكريون المتدربون خضعوا لدروس تكتيكية وعسكرية وتدريبات على آليات التعامل في أرض الميدان، كما ركزت الدورة على زيادة مهارات المقاتلين ورفع المستوى القتالي لهم وتدريس عدد من المواد العلمية المتعلقة بالميدان العسكري، إضافة إلى محاكاة عملية لظروف الحروب الحديثة. الجيش الوطني كان منذ سنوات يعني بدأ بحالة من العفوية والبساطة والروح الثورية العالية، لكنه كان يفتقد هذه الثكنات والمعسكرات والانضباط والتدريب الذي انتبهت إليه قيادة الجيش الوطني وحرصت عليه، ومن هنا صار إعداد تخريج الضباط وصف الضباط والأفراد ودورات الأغرار والصاعقة والقوات الخاصة والكوموندوس وغيرها. الحقيقة اليوم نجد نماذج رائعة من خلال أداء المهام القتالية وعلى خطوط الرباط والاشتباك. حضر حفل التخريج عدد من الضباط والقادة العسكريين في الجيش الوطني السوري، حيث أشاروا إلى أهمية استمرار هذا النوع من الدورات العسكرية لرفد صفوف الجيش الوطني بالكفاءات ورفع مستوى عناصره.